حاليا كنتواجدوا قدام هذا المشروع اللي هو معبر ودلتا السواني. هذا مشروع لان الدار هذا انتهى الاشغال ديالو في 2014، ومن 2014 والناس كتسنى، مع ان هذا المشروع دارت فيه تقريبا 100% كاع لي طرافو ديال لاسينيسمون دو جيز كلها دارت. ميم طلبوا لي من السلطات المحليه والاقليميه، الجماعه طلبوا لي يديروا هذا هاد 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 الحائط باش 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 يوقف المد ديال الرمال ولاكسي ديال 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 الناس اللي هنايا. للاسف الناس سالوا وداروا الخدمه ديالهم المجزئ، الناس خلصوا الضرائب ديالهم اتيل بوان، الناس كيخلصوا ميم كيخلصوا ديك تيم بي الضريبه على الاراضي الغير المبنيه حتى هي كانوا كيخلصوها، خلصوا كل شيء وجاو حتى الاخر وقالوا لهم ما نعطيكمش رخصه البناء. كان مشروع ديال يعني ملاحظ ديال لهذا المشروع غتكون حوالي شي 3 هكتار في هذا المشروع هذا، من 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 المشروع الجلوبال ديال 491، يعني المشروع الاجمالي ديال هذا العقار ديال سيدي رحال. هذا الدلتا السواني هذا هو المثل الاكثر تعبيرا على التسيير الكارثي ديال المنطقه وديال هذا العقار من طرف السلطات المحليه ووزاره الاوقاف. هذا العقار هو من ضمن العقارات، هذا واحد من التجزئات، كاين مجزئين خواص شراوه هنايا وجهزوه وجاو حتى الاخر دار ليطاب فينال ديال لا كونستركسيون. قالوا لهم السلطات، قالوا لهم سيروا تخلصوا الاثمنه، مع ان الاثمنه ما كان الاثمنه في 2012 و14 ما كانش الاثمنه ديال المعاوضه، في 2011 خرجوا الاثمنه ديال المعاوضه لاعاده الهيكله من الناس المجزئين الخواص، ما خرجوا لهم الاثمنه المعاوضه حتى 2018. شوف التلاعب ديال الاداره في المسائل، يعني ديك المثل المغربي طلع جيب كرموسه، شكون اللي قال لك طلع جيبها؟ هي هذه، يعني الناس مساكن انفيسا وحطوا المدخرات ديالهم. واغلب الناس اللي هنايا في هذا المشروع من الجاليه المغربيه، كاين ناس في اوروبا، كاين ناس امريكان، كاين ناس بزاف مجموعه، كاين ناس متقاعدين بزاف، كانوا بزاف في القضاه، الناس من الداخليه للاسف كل شيء. طبيعه القانون ديال الارض هذه داخل في اطار الهدف هذا هو في العقار المحبس ديال اللي تابع التسيير ديالو. فيت هو عقار محبس، عقار محبس هو الملكيه ديالو للشرفاء مال الارض، وزاره الاوقاف عندها دور الرقابه والتسيير لا فقط. للاسف الوزاره بعض المرات ولات كتاخذ هذا العقار بحال عقار عام ديالها. هذا هو اللي عرقل تسوية هذا العقار.